الرئيس عبد الفتاح السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإيطالي. غدا أجازة رسمية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال بسبب توقعات الطقس السيء. الصحة تعلن تعافي 27 حالة من فيروس كورونا المستجد وتسجيل حالة جديدة إيجابية. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وخلال الاتصال أعرب الرئيس السيسي عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، وأكد الرئيس السيسي على دعم وتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة. ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة، متطلعا إلى التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المختصة في كلا البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفيروس. قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام أجازة مدفوعة الأجر غدا الخميس نظرا لظروف الطقس السيء المتوقعة. واستثنى مجلس الوزراء من هذا القرار العاملين في المرافق الحيوية والتي تحددها السلطة المختصة مثل خدمات المياه والشرب والصرف الصحي والنقل والإسعاف والمستشفيات والمطاحن والمخابز والخدمات الشرطية. هذا ونشدت الحكومة المواطنين بعدم الخروج يومي الخميس والجمعة إلا للضرورة القصوى قدر ما أمكن بسبب الطقس السيء غير المسبوق الذي تتعرض له البلاد بدءا من غد الخميس ويستمر حتى يوم السبت المقبل. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس الكورونا المستجد ارتفعت إلى 27 حالة سلبية اليوم، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليا لمواطن مصري ضمن الأربعة حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم يوم الاثنين الماضي. وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد اليوم كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابياتها للفيروس في مصر 60 حالة. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن إطلاق 56 قافلة طبية مجانية شاملة لكافة التخصصات الطبية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 10 وحتى 20 من شهر مارس الجاري. وتأتي هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية. قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. المزيد في سياق هذا التقرير. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة وضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني وغش المواد الغذائية، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها التفتيشية المكبرة للتصدي لهذه المخالفات على مستوى الجمهورية، ونجحت على مدار أسبوع في ضبط 3 مصانع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية ببني سويف بإجمالي مضبوطات تزن 1990 طن أعلاف منتج نهائي ومواد خام مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. وبالإسماعيلية نجحت الإدارة في ضبط 4 متاجر ومحلين وشركتين و5 سيارات وصلت لنحو 53 طن أسمدة وأكثر من 2200 لتر مبيدات ومخصبات زراعية و29 طن أعلاف حيوانية وداجنة منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها.
وبالقليوبية نجحت الإدارة في ضبط 3 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المشتقات البترولية وزيوت الطعام والمنتجات الغذائية بمضبوطات تصل إلى 107.5 طن مواد بترولية ونحو أكثر من 100 طن زيوت طعام ونصف طن مواد غذائية جميعها مغشوشة ومقلدة ومنسوب صدورها لشركات وهمية. بينما تمكنت الإدارة وبالمنوفية من ضبط 3 مصانع أعلاف وأسمدة غير مرخصة بمضبوطات وصلت إلى 341 طن أعلاف حيوانية ومواد خام وأسمدة زراعية بدون ترخيص ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة. وفي مجال حماية البيئة من التلوث أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4 منشآت صناعية بمدينة العبور بالقليوبية لوجود مخالفات بيئية بتلك المنشآت تتعلق بتخلص غير آمن لمخلفاتها الخطرة والصلبة وعدم توافر للاشتراطات البيئية والصحية فيها. وسوف تواصل الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها المكبرة لضبط كافة المخالفات التي تقع بنطاق اختصاص الإدارة وإلزام الجميع بالضوابط البيئية والصحية المحددة وفقا للقانون. ختاما كان هذا موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار. دمتم بخير، إلى اللقاء.